طيبة يا سادة المشاهدون، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء. أيها السادة، أطلقت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اليوم مشروعا لحفظ وتثمين الأرشيف السمعي البصري في موريتانيا، يسعى إلى التشاور مع الفاعلين العموميين والخصوصيين والمهنيين والفاعلين في مجال الحق في المجال السمعي البصري والشركاء في التنمية، يهدف إلى تشخيص الحالة العامة لواقع الأرشيف السمعي البصري ودراسة الوسائل والسبل الكفيلة بحفظه على الوجه الأكمل. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع استضفنا لكم الليلة أيها السادة المشاهدون السيد محمد عبد الله والإمام، وهو المستشار المكلف بالاتصال بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهو منسق المشروع. أيها السادة، نناقش هذا الموضوع في محورين، هما: ما الدور الذي يطلع به المشروع في حفظ وتثمين الأرشيف السمعي البصري؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه حفظ الأرشيف السمعي البصري؟ وماذا عن سبل التغلب عليها؟ مرحبا أيها السادة، قبل الدخول في النقاش نقترح عليكم متابعة العنصر التمهيدي التالي. على مدى يومين سيتابع المشاركون في هذا الملتقى المنظم من طرف مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري التابع لوزارة العلاقات مع البرلمان عدة عروض تتعلق بالتكفل بحفظ الوثائق السمعية البصرية وتوفير التراث السمعي البصري في شكل قابل للاستغلال عند الحاجة، إضافة إلى حفظ هذا التراث الهام بشكل آمن. المشاركون في الملتقى تابعوا عروضا تطرقت للأساليب المتبعة لحفظ التراث السمعي البصري في أبرز المؤسسات الإعلامية العمومية في البلد. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها السادة، مرحبا بكم ضيفنا الكريم. بداية نبذة عن المشروع والدور الذي يطلع به في حفظ وتثمين الأرشيف السمعي البصري. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. قبل الإجابة على أسئلتكم، أود أن أتقدم بجزيل شكري إلى قناة الوطنية قناة موريتانيا لاستضافتها لنا لإطلاع الرأي العام الوطني على مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري. هذا المشروع تابع لوزارة الداخل ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هو مشروع مكلف بحفظ الأرشيف السمعي البصري، وجاء في إطار القانون السمعي البصري، قانون رقم 45/2010 الذي ينص في مادته الثالثة على أنه يجب على الدولة أن تتخذ آلية لحفظ الأرشيف السمعي البصري، وعلى ذلك الأساس جاء ميلاد هذا المشروع، مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري. فيما يتعلق بالإجابة على السؤال الأول، ما هو الدور الذي يطلع به مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري؟ يطلع مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري إلى تشخيص الحالة العامة لواقع الأرشيف السمعي البصري ودراسة الوسائل والسبل الكفيلة بحفظه على الوجه الأكمل، حفظ التراث السمعي البصري وفق تقنيات آمنة وحديثة، ويسعى المشروع إلى توفير هذا التراث في شكل قابل للنشر والاستغلال عند الحاجة، كما أنه يسعى إلى تحويل الأرشيف من الوسائط التماثلية القديمة إلى وسائط حديثة قابلة للاستغلال. جيد، إذن هذا ما هي الآليات التي يعتمدها في هذه المهمة؟ التحديات ما هي؟ أقصد الآليات، سنصل إلى التحديات في المحور الثاني لكن ما زلنا في المحور الأول. قلت لكم الآليات التي تعتمدونها، التي يعتمدها المشروع في حفظ الأرشيف السمعي البصري. هناك مجموعة من الخيارات عاكف عليها مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري، ستتضح معالمها في القريب العاجل من خلال انطلاقة فعلية لعمل هذا المشروع. يعني تحدثتم عن القانون الصادر 2010 الذي ينص على يعني قيام الدولة على يعني إلزام الدولة بحفظ هذا الأرشيف،
هل المشروع هو يعني إنشاء المشروع هل كان من ضمن نص القانون؟ نعم، القانون 45/2010 قانون وأنشئ بموجب هذا القانون، هو أنشئ المشروع وأنشئ نتيجة بموجب هذا القانون، قانون 45/2010 القاضي بتحليل الفضاء السمعي البصري. وذكرت لكم أن المادة الثالثة من هذا القانون تنص على أن الدولة يجب أن تجد آلية لحفظ الأرشيف السمعي البصري، وعلى ذلك الأساس بادرت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بإنشاء هذا المشروع الذي أكيل إليه مهمة حفظ الأرشيف السمعي البصري. واليوم على ما يعتمد المشروع؟ يعني ما هي النقطة التي ينطلق منها في انطلاقته اليوم؟ ينطلق هذا المشروع في بداية انطلاقته على ما هو موجود من الأرشيف السمعي البصري بكل من الإذاعة والتلفزة الوطنيتين، وسيكون هناك شراكة ما بين المشروع من جهة وبين هذه المؤسسات، مؤسسة الإذاعة والتلفزة، في إيجاد الآلية التي يمكن أن ينطلق منها عمله المستقبلي. إذن سيكون هناك تنسيق بين يعني هذه الجهات. إذن هل لكم معلومات أو معطيات يعني تخص حالة الأرشيف السمعي البصري؟ من خلال الزيارة التي قمت بها للإذاعة والتلفزة اطلعت من خلال ميدانيا على الصعوبات والمشاكل التي تواجه قطاع حفظ الأرشيف السمعي في هاتين المؤسستين، مع تفهم مطلق لتلك التحديات وتلك المشاكل المذكورة آنفا. إذن هذه التحديات كيف درسها المشروع وكيف شخصها؟ يعني سعى المشروع من خلال تشخيص تلك التحديات وتلك المشاكل من خلال تنظيمه لهذا الملتقى، بمعنى أن الملتقى الذي نظم اليوم والذي هو جمع فيه الكثير من المهتمين والفاعلين في القطاع الأرشيف السمعي البصري إلى تشخيص تلك الحالة مع ملائمة تلك الأمور مع مستقبل عمل المشروع مستقبلا. إذن هناك يعني ما هي النواة التي اليوم يبدأ بها المشروع عمله من حيث يعني وجود الخبراء أو المتخصصين في هذا المجال، من حيث يعني تحديد طبيعة المادة، نوعية ما سيتم حفظه؟ طبعا هو أرشيف سمعي بصري، ولكن هل كل الأرشيف سيحفظه المشروع أم هناك غربلة لهذا الأرشيف؟ ستكون هناك غربلة لهذا المشروع لهذا الأرشيف انطلاقا من ما هو موجود من الأرشيف. فالأرشيف نتيجة لأنه هوية البلد برمته توجد في الأرشيف، سيكون هناك غربلة من خلال المعطيات، من خلال غربلة ما هو موجود وتصنيف الأرشيف إلى مجموعة درجات من أجل الاستفادة مستقبلا من ما هو موجود وقابل للاستقبال. جيد. أبرز التحديات كما أعلنا في تحدثتم عن تحديات وقفتم عليها وعلى بعضها في بعض هذه المؤسسات، ولكن برأيكم ما هي التحديات بشكل عام التي تواجه حفظ الأرشيف؟ ذكرت لكم انطلاقا مما وقفتم عليه من تحديات جزئية، ذكرت لكم أن المشروع قام اليوم بتنظيم ملتقى يضم كل الفاعلين والمهتمين بحق الأرشيف السمعي البصري، الخصوصيين والعموميين، ونؤمل أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات تكون في مستوى التحديات التي تواجه مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري. إذن ربما ستمثل توصيات المؤتمر بداية لخطة عمل المشروع ربما. هكذا طبعا. إذن نأمل من خلال هذا الملتقى أن تكون هناك خطة، أن يتم تدارس التحديات، وأن نخرج بتوصيات مستقبلية ستكون لا محالة الطريق الأمثل لحل تلك المشاكل وتشخيصها تبعا لما هو موجود
حسب الإمكانيات وحسب الوسائل المتاحة. زين، وهل حصلتم على عينات يعني من الأرشيف، أقصد في الملتقى، لي يعني التعرف عليها والتدارس حولها، ليكون كان يعني لتطبقوا كيف ستحفظون؟ طبعا الملتقى تم تقديم فيه مجموعة من العروض تناولت الإذاعة السمعية والتلفزة فيما يتعلق بواقع الأرشيف، ونظرا لأهمية الموضوع كانت العروض شاملة ووافية، سلطت الضوء على المشاكل التي تعاني منها الأرشيف في السمع البصري في بلادنا، وسنأخذ بعين الاعتبار تلك التوصيات مستقبلا في إطار خطة عمل تعالج تلك التحديات وتطلع إلى مستقبل أفضل. يعني برأيكم هل تضعون في الحسبان يعني وجود هذه الوسائط، وكيف الوسائط الحديثة أقصد الرقمية، طبعا كما أشرتم أنها من ضمن برنامجكم، والوسائط يعني الموجودة على الإنترنت التي قد تساهم إلى حد ما في حفظ الأرشيف وإن يكون بشكل يعني غير منتظم أحيانا، كيف تنظرون إلى هذه الوسائط الاجتماعية منها، وكيف ترونها تجعلون منها وسيلة مساعدة لحفظ هذا التراث؟ عندنا في المشروع أن هناك تطلع طموح في إيجاد آلية تضمن الاستفادة من كل ما هو متاح من الجانب التطور العلمي والتكنولوجي في هذا المجال، خدمة لحفظ أرشيف سمعي بصري قابل للاستغلال والاستفادة منه عند الحاجة. ويعني كل هذا ينتظر يعني خلاصة هذا الملتقى الذي تنظمونه اليوم؟ طبعا الملتقى سينتهي، الملتقى دام سيدوم يومين، اليوم وغدا إن شاء الله، سيخرج بتوصيات ستأخذ بعين الاعتبار من طرف السلطة. هناك إرادة سياسية بالنسبة للبلد أن يكون للأرشيف السمعي البصري مكانته في ظل التحديات التكنولوجية الحديثة، هكذا هو رغبتنا وهكذا هو نسعى من أجل تحقيقه. جيد، الأرشيف، وهل الموجود من الأرشيف اليوم هو يمر طبعا عبر المؤسسات الإعلامية التقليدية للإذاعة والتلفزيون، أم لدى المشروع يعني من الإمكانيات أو أن مهامه لا تقتصر فقط على التنسيق مع وسائل الإعلام العمومية من أجل الحصول على الأرشيف الوطني؟ كما تعلمون الأرشيف مصدره سمعي أو بصري، إذن ما هو موجود في الإذاعة وما هو موجود في التلفزة؟ وزارة العلاقات مع البرلمان لا يوجد لديها أرشيف، سيكون هناك شراكة ما بين المشروع من جهة وبين هاتين المؤسستين من جهة ثانية لإيجاد حلول والقضاء على التحديات التي يواجهها الأرشيف السمعي البصري مستقبلا إن شاء الله. هل ربما يعني هذا أنه ربما يكون الأرشيف يعني أرشيفا تابعا يعني للمشروع، الأرشيف الوطني السمعي البصري، يعني تكون التلفزة والإذاعة ما عندهم أرشيف، كل الأرشيف الذي كان نتوقع أنه مستقبلين يتحول شور هذا المشروع عدوا المعني بالأرشيف الوطني ككل، يعني ليس حفظه فقط وإنما يعود الموجود منه حافظه المشروع فقط. نسعى في إيجاد حلول تشاركية فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات مع الجهات المختصة التلفزة والإذاعة في هذا الموضوع بالذات. تحافظون على الأرشيف يعني من أجل ماذا برأيكم؟ الحفاظ على الأرشيف من أجل ذاكرة مجتمع، كما تعلمون أن الذاكرة الجمعية تقع في الأرشيف، ما يدور بيني وبينك اليوم سيكون غدا إن شاء الله أرشيفا، بمعنى أن الحفاظ على ما هو على الأرشيف ضرورة من ضروريات الحياة لأمة ما. يعني كيف تتلافون حالة الضياع التي يعانيها مختلف الأرشيف؟ يعني أغلب المواد الأرشيفية الموجودة التي تعاني تلفاً أحياناً في الوسائل، وسائل التسجيل أصلاً التي تحفظه،
يعني شاخت ربما وتقدم عليها الزمن، إيش كيف تتعاملوا مع استعادة هذا الأرشيف اللي في الحالة اللي هي؟ هناك رؤية بما يتعلق بهذه النقطة بالذات. الأرشيف الوطني، الأرشيف السمعي البصري، تم تصنيفه إلى مجموعة قديمة ومتوسطة وحديثة، بمعنى أن هناك بعض المواد التي هي في وضعية نتيجة للتقدم التكنولوجي، أصبحت الآلات والأجهزة لا تستطيع قراءتها، وهناك أيضا ما هو في وضعية أحسن من ذلك. هذه الأمور كلها سيتم التشاور، سيقوم المشروع بالتشاور مع الإذاعة والتلفزة في آلية حفظ هذا الأرشيف والاستفادة منه. جيد، شكرا جزيلا سيد محمد عبد الله والإمام، منسق مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن يتجدد لقاؤنا. السلام عليكم.